أول شيء أرحب فيكم جميعاً وأهنيكم إنكم قاعدين تستثمرون وقتكم في شيء ينفعكم إن شاء الله ويجهزكم لأول سنة في كلية الطب، وأهلاً وسهلاً فيكم. إحنا أخوانكم الكبار واعتبرونا دائماً معكم بإذن الله. قبل ما نبدأ نقول الحمد لله الذي فتح لنا طريقاً نلتمس فيه العلم وأعاننا على سلوكه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. أوكي، قبل ما ندخل في اللكتشر هذه ودي بس أسألكم بعض الأسئلة، بما أنكم توكم خلصتوا محاضرة الجرام ستين صح؟ أو الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف صح؟ ممكن تطلع لي الشات ثواني. طيب المعذرة بس لأنه مو قاعد يطلع لي الشات فما راح أقدر أشوف وش قاعدين ترسلون. أوكي، بس جاوبوني بالصوت لو ممكن. كنت بسألكم أول شيء، من معرفتكم الحين من المحاضرة اللي قبل هذه، إيش يميز، أو خلينا نقول من ناحية اللون على الأقل، كيف نفرق ما بين الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف؟ أصلح أجاوب؟ تفضل. الجرام بوزيتيف تكون أحمر بينك ريدش، اوكي أو العكس، أو العكس معليش، مضبوط مضبوط تكون بيربل. أحسنت، فإذا الجرام بوزيتيف تكون بيربل أو بلوش، تمام، والجرام نيجاتيف تكون إيش؟ بينكش ريد. ممتاز ممتاز. طيب تذكرون من التحضيري درستوا أكيد محاضرة عن البكتيريا، ودرستوا فيها بعض مكونات البكتيريا وكان منها شيء اسمه السبورز، تذكرونها ولا لا؟ اللي هي الأبواغ. إيه نكثر. أوكي ممتاز، وتذكرون أنها هي كانت زي سيرفايفل ميكانيزم للبكتيريا عشان تخزن الـ DNA حقها أو الـ يعني النوكليك أسيد حقها في الظروف الانفايرمنتال الصعبة، عشان إذا جت فرصة بعدين في ظروف أحسن أنها ترجع تنعش نفسها وتعيش من جديد صح؟ أيوه صح. أوكي، هذا إن شاء الله بيكون واحد من أهم الأشياء اللي راح نحكي فيها اليوم، حبيت أن أنا أسوي ريفرش بس لذاكرتكم. أول شيء بنتطرق له هو بعض الترمينولوجي، بعض المصطلحات. طبعاً don't be intimidated من الآن، يعني المصطلحات هذه وإحنا برضو في اللكتشر بنعيدها ونزيدها، ولكن خلونا الحين let's desanitize ourselves لهذه المصطلحات الجديدة. المحاضرة طبعاً عن الأنايروبيك بكتيريا، والأنايروبيك بكتيريا هي البكتيريا الهوائية، وزي ما تذكرون برضو من التحضيري وبرضو بتاخذونه في الطب أجان، التنفس الخلوي له أنواع، التنفس الهوائي اللي يعتمد على الأكسجين، والتنفس اللاهوائي اللي ما يعتمد على الأكسجين. فالأنايروبيك بكتيريا بتكون نوع من أنواع البكتيريا اللي ما تعتمد على الأكسجين في تنفسها الخلوي. إيش معنى التنفس الخلوي؟ يعني صناعة الانرجي. توكسيك يعني سام، اندوجينس يعني ذاتي منه وفيه، سبورز اللي هي الأبواغ وعارفينها، الكولوني هي المستعمرات البكتيرية، الكالتشر ميديا هو وسط الاستنبات للبكتيريا أو الوسط اللي بنحط فيه البكتيريا بنزرعها فيه عشان تنمو. كلمة pathognomonic معناها تشخيصي أو وصفي، بمعنى أن لو قلت أن الصفة A أو الصفة X هي pathognomonic للديزيز Y، الصفة X هي pathognomonic
للديزيز واي، معناها انها صفه تشخيصيه او وصفيه يعرف فيها هذا الديزيز. حلو، بنستخدمها ان شاء الله اليوم وبتعلمها. سبيسي او سبيسيز هو صنف، يعني مثلا زي ما مثلا انا اسمي ساره العنزي، عائلتي اسمها العنزي، اسمي الاول ساره، نفس الشيء البكتيريا لها الاسم الاول ولها اسم العائله، بس يختلف الترتيب، اسم العائله اول بعدين الاسم الاول، اسم العائله في البدايه بعدين الاسم الاول. ابسس اللي هو خراج او تجمع قيحي. بليومورفيك، مورفيك معناها شكل، مورفولوجي معناها شكل، بليو معناها متعدد، فبليومورفيك هو متعدد الاشكال. ممكن البكتيريا تكون شكلها منتظم كل واحده زي الثانيه بالضبط، او ممكن تكون بليومورفيك مختلفين عن بعض، كل بكتيريا وبكتيريا مختلفه عن بعض لكنهم من نفس المستعمره. فيلمنت او فيلمنتس معناها سلك او خيط، فيلمنت زي عقد من الخيوط، اوكي بنستخدمها برضو. الحين السفكس اوسس او ايتس معناه التهاب او مرض، فانا لما اجيب لكم كلمه واحط في اخرها اوسس او احط في اخرها ايتس فانا غالبا اقصد فيها التهاب او مرض، ويكون الروت حق الكلمه له علاقه بالوين الاناتوميكال اوريجين حق المرض هذا. الاوروفيركس هو البلعوم، gastrointestinal tract الجهاز الهضمي، genital tract الجهاز التناسلي، appendix هو الزائدة الدودية، تعرفونها عمليات الزائدة مرة شائعة ومشهورة، peritonsillar، التونسلر هي اللوز وعارفينها أكيد، peri معنى حوالين ورح نستخدم هذه الكلمة اليوم إن شاء الله، flebitis لو تلاحظون هذا itis اللي قاعدين نتكلم عنه هنا اللي معناه التهاب، وflip اللي في البداية اللي هو روت الكلمة معناه وريد، ففليبايتس هو الالتهاب الوريدي. يوترس هو الرحم، رحم المرأة، وإندوميتريوم هو بطانة هذا الرحم، جزء منه. يلا نبدأ. Introduction. أول سؤال يجي في بالنا، الحين احنا حكينا قبل شوي أن الأنيروبيك بكتيريا تستخدم التنفس اللاهوي، لكن إيش اللي يخليها تستخدم التنفس اللاهوائي؟ What makes anaerobic bacteria anaerobic؟ الأنيروبيك بكتيريا هي مجموعة من الأورجانيزمز، طيب، من different gram stain groups، ما هو جروب واحد، لا، فيها gram positive، فيها gram negative، فيها cocci، فيها bacilli، فيها spore forming، فيها non spore forming، فهي مجموعة من البكتيريا، أوكي، من جميع الأنواع، أوكي، لكنها united by common requirements. إيش هي؟ رقم واحد إن هي ما تحتاج الأكسجين عشان تعيش، مو بزي الإنسان، مو بزي النباتات، ما تحتاج الأكسجين عشان تعيش. رقم اثنين، مو بس إنها ما تحتاج الأكسجين عشان تعيش، الأكسجين kills this bacteria، فهو من ناحيتين هي ما تحتاجه وبرضه هو سام بالنسبة لها. نمسك النقطة الأولى، كيف البكتيريا هذه ما تحتاج الأكسجين؟ هم يستخدمون زي ما قلنا التنفس اللاهوائي اللي هو الفيرمنتيشن وعملية التخمير in energy yielding reactions. كيف؟ في التنفس الهوائي احنا عندنا electron transport chain protein موجود في الأخير عشان يستقبل آخر إلكترون ويعطيه للأكسجين، اسمه السيتوكروم. اللي حاصل في الأنيروبيك بكتيريا إن ما في سيتوكروم، فما عندي القدرة أن أنا أوصل آخر إلكترون وأعطيه للأكسجين عشان أعمل إنرجي، أوكي؟ طب إيش عندهم بدل الأكسجين؟ عندهم نيتريتس، سولفيتس، فيوميريتس أو كربون ديوكسيد، تقوم بمقام الأكسجين وتستلم آخر إلكترون عشان نسوي ATP ونسوي إنرجي. ممتاز، هذه أول نقطة. ثاني نقطة، إنها هي killed by exposure to oxygenated air. شلون killed by exposure؟ They lack a defense against toxic oxygen products. أتوقع أنتم درستوا من قبل عن الليفر في جسم الإنسان، وقلنا إن واحد من أهم وظائف الليفر هو detoxification of the toxic materials اللي موجودة عندنا في الجسم، منها الأكسجين products. الأكسجين غاز يخلينا نعيش، ينمي النباتات، يغذي المحيطات، كل شيء، لكن
لما يدخل في التفاعلات الكيميائية يعطيني برودكتس. البرودكتس هذه توكسيك. مين هي؟ هي الهيدروجين بيروكسايد اللي هو هذا H2O2، والسوبر أوكسايد اللي هو أيون من الهيدروجين، هيدروجين من منزوع الإلكترون. أوكي، السوبر أوكسايد في التنفس الهوائي لما نعتمد على الأكسجين، إحنا بالضرورة الله معطينا كاتاليزز اللي هي إنزيمز كاتاليز والدايس ميوتيز. هذول الإنزيمين يعرفون يتعاملون مع هذه توكسيك أكسجين برودكتس، ولكن في الأنيروبيك بكتيريا ما عندنا هذه الإنزيمز، وبالتالي ما نقدر نتعامل مع هذه توكسيك برودكتس and they end up killing the bacteria. طيب، ما هو الأنيروبيك إنفكشن؟ أول سؤال نسأله، من وين تجي الأنيروبيك إنفكشنز؟ في أغلب الأحوال، تذكرون كلمة endogenous اللي قلناها قبل شوي لما قلت لكم ذاتي منه وفيه، ودرستوا أيضاً محاضرة النورمال فلورا صح؟ في أغلب الأحوال الأنيروبيك إنفكشن تجي endogenous من الإنسان نفسه، لأن الأنيروبيك بكتيريا هي نورمال فلورا موجودة في الأوروفيرنكس اللي هو البلعوم، موجودة في الجهاز الهضمي. وين في الجهاز الهضمي؟ غالباً تحت في الجهاز الهضمي في الكولن، ولكن موجود بعضها أيضاً فوق في الفيميل جينيتال تراكت، طيب العضو التناسلي الأنثوي، وفي السكن بعضها موجودة جوا الغدد الزيتية. أوكي، ساكنة جواها. فاللي قلناه الآن وأرجع أكد عليه، أن في أغلب الأحوال يحصل لي ديزيز من الأنيروبيك إنفكشن بسبب نورمال فلورا، هي أصلا موجودة في كل الناس الطبيعيين، ولكن يحصل لها displacement. أوكي، والآن بنشرحها. هذه الموست كيسز. طيب الأذر كيسز، تولي سألتكم عن السبورز وكنتم تذكرونها ما شاء الله عليكم. الطريقة الثانية أن البكتيريا هذه قاعدة تسوي سبورز وترميها في الانفايرمنت، في السويل، التربة، في تكرمون الفيسيز، فضلات الحيوانات. طيب موجودة السبورز هذه وقاعدة تنتظر البيئة المناسبة عشان تتفعل وتتحول لبكتيريا وتسوي للديزيز. طيب، ومن المشهور هنا عندنا وأبغاكم تتذكرون اسمه كويس، أنا بنيجي إن شاء الله آخر ميكرو أورجانيزم بنحكي عنه وعن أمراضه، هو الكولستريديوم. أوكي، هو ينتج الأمراض عن طريق السبورز، يرمي السبورز في الانفايرمنت وتسبب بالأمراض، بينما كل الميكرو أورجانيزمز الثانية اللي راح نحكي عنها راح تكون جاية من النورمال فلورا. هذا من وين يجون الأنيروبيك إنفكشنز. الآن كيف تبدأ الأنيروبيك إنفكشنز؟ أول شيء disruption of barrier. إحنا عندنا الجهاز المناعي يبدأ من السكن، أوكي؟ إن أنا في عندي بارير ما بيني وبين العالم الخارجي، ما بيني وبين كل مسببات الأمراض والحساسية اللي موجودة في الكون. فأنا لما أعمل disruption of barrier، أوكي؟ لما أكسر الحاجز المناعي هذا عن طريق التروما، عن طريق الأوبريشن في المستشفى أيضاً، عن طريق مثلاً الكانسر، مو بالكانسر أنتم عارفين أنه هو عبارة عن يعني زي تكاثر غير تكاثر اللي هو uncontrolled، تمام، أو غير منظم، فتبدأ تكبر الكتلة تكبر الكتلة تكبر الكتلة تسوي invasion of tissue. يعني مثلاً لو كانت في الكولون، في الكولن، تبدأ تكبر 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 إلى أن تطلع من الكولن تدخل على شيء اسمه البيريتونيال كافيتي، أوكي، اللي هي الكافيتي اللي موجود فيها الكولن والجهاز الهضمي. أوكي، فكيف يحصل عندي disruption of barrier؟ تروما، يعني مثلا gunshot ولا كسر ولا جرح، أيا كان تروما، operation ممكن خلال العملية، وممكن كانسر. أوكي، هذه disruption of barrier. ثاني شغلة هي disruption of blood supply. الحين احنا قلنا انه البكتيريا هذه ما تحتاج اكسجين، والاكسجين توكسيك لها، صح ولا لا؟ فأي حالة طيب في الجسم تقلل من ليفل الاكسجين في الدم، اوكي، بالتالي تقلل من ليفل الاكسجين في التشوز، تخلي هذا العضو عرضة للانيروبيك انفكشن، لانه ممكن هو يكون موجود بشكل طبيعي، مو احنا قلنا في السكن حتى موجود، في المعده، عفوا، في الجهاز الهضمي حتى موجود، في الجهاز التناسلي، اوكي، فهو موجود. اي كونديشن ممكن انها تاثر على بلاد سبلاي تسبب لي دروب ان اكسجين تيشو كونتنت
تمام تؤدي لتشرد نيكروزس، وعارفينها من الباثولوجي نيكروزس معناها موت، راح تخليها بيئة خصبة ومناسبة للنمو الأنيروبيك بكتيريا. خلصنا من وين يجون وكيف يبدأ الأنيروبيك إنفكشن. نيجي للكلاسيفيكيشن. قلنا قبل شوي إن الأورجانيزمز هذولي جايين من كل الجروبس أو البكتيريا، زي ما أنتم شايفين عندنا جرام بوزيتيف وعندنا جرام نيجاتيف وعندنا كوكاي، بس اللايف الاثنين. مو كل الأورجانيزمز هذه بنغطيها اليوم، ولا كل الأورجانيزمز هذه هي بس اللي تسبب الديزيز من الأنيروبيك، ولا هذه ولا الأورجانيزمز اللي تسبب الديزيز من الأنيروبيك هي كل الأنيروبيك أورجانيزمز الموجودة في الكون. فإحنا بنغطي جروب صغير مرة اللي هو يسمى clinically relevant أو أهم الأشياء most common يعني for your level، ولا حتى راح نغطي كثير details عنه يعني microbiological details. لا، أنا أبغاكم بس إنكم تركزون بإذن الله لما يعطيكم الدكتور سميلي والدكتورة فوزية المحاضرة هذه، تركزون أهم شيء على الجرام ستين حق البكتيريا هذه، هل هي positive ولا negative، اسمها positive ولا negative، باسيلاي ولا كوكاي، والأشياء اللي زي ما شرحت لكم في البداية مصطلح الباثوغنيمونيك اللي هي مشهورة أو معرفة لهذه الديزيزز أو لهذه الأورجانيزمز. أوكي، في الجرام بوزيتيف عندنا كوكاي وباسيلاي. الكوكاي عندنا البيبتوستريبتوكوكس والبيبتوكوكس، الاثنين عبارة عن كوكاي، واحدة الترتيب حقه حق المستعمرة يكون إن كلاستر والثانية يكون إن تشين. الاثنين رايحكم ما راح نحكي عنهم اليوم، ولكنهم موجودين في الفيميل جينيتال تراكت وطبعا مهمين في الديزيزز. اوكي، نيجي للجرام بوزيتيف باسيلاي. عندنا اول اورجانيزم راح نحكي عنه اليوم الاكتينومايسيز، بعدين الكلوستريديوم اللي قلت لكم يسوي سبورز، وعندنا البروباينوبكتيريوم اللي قلت لكم في بعض الاورجانيزمز تعيش في الغدد الدهنيه اللي موجوده في السكن، منها البروباينوبكتيريوم. اوكي، وفي الديرماتولوجي ان شاء الله لما تصيرون سنه رابع بتدرسون البروباينوبكتيريوم في محاضره الاكل اللي هي محاضره حب الشباب. اوكي، هذه الجرام بوزيتيف. تمام، الحين نجي للجرام نيجاتيف، ايضا كوكاي بس اللاي. في الكوكاي طبعا مو بشايفين الا واحده، وعودوا نفسكم لما يكون في شيء كذا متميز ما في منه الا واحد هذا تحفظونه باي هارت. اوكي، لان هذا دائما يعني يكون هو محط الانظار. جرام نيجاتيف كوكاي مين عندنا أورجانيزم؟ عندنا الفيلونيلا، ولو تبون بعد اكتبوها الحين على جنب، جرام نيجاتيف كوكاي هي الفيلونيلا. الجرام نيجاتيف باسيلاي عندنا الباكتيرويدس اللي هي أكثر الأنيروبيك مايكرو أورجانيزم شيوعا وأكثرها مسبب الأمراض، وعندنا أيضا الفيوزو بكتيريوم. هذا بالنسبة لتصنيف الأنيروبيك بكتيريا أو بالأصح الكلينيكلي سيجنيفيكنت أنيروبيك بكتيريا. نجي للتشخيص. طبعا من محاضرات اليوم أكيد عندكم خلفية إن الجرام ستين هو مايكروسكوبيك ايدنتيفيكيشن. طيب، ايدنتيفيكيشن تحت المجهر، ومو بس هذا الايدنتيفيكيشن اللي احنا نسويه، يعني مو بس نستخدم، مو بس نشوف البكتيريا بما وراء العين المجردة أو بما لا يرى بالعين المجردة، عندنا أيضا ما يرى بالعين المجردة. نمسك الميكروسكوبيك ايدنتيفيكيشن بالجرام ستين. أول شيء بنشوف اللون زي ما سألتكم في البداية. أوكي، بنشوف كيف امتصت الداي. أوكي، بالتالي هل هي جرام بوزيتيف ولا جرام نيجاتيف. بنشوف شكلها، هي كوكاي، هي باسيلاي، هي منتظية، كليومورفيك زي ما شرحت لكم. ونشوف السايز حقها، بيج، سمول، سليم. أوكي، نوصفها مثلا، أي شيء إحنا نشوفه مميز نوصفها. هذا بالنسبة للميكروسكوبيك ايدنتيفيكيشن. تمام، الماكروسكوبيك ايدنتيفيكيشن إيش فكرتها؟ مو بأنا قلت لكم تو أن الأنيروبيك إنفكشن لازم يكون في بيئة مناسبة عشان يعيش، بيئة ما فيها أكسجين. أنا هذا اللي أسوي للبكتيريا، أخذ عينة من المريض مثلا. طبعا الحين تعودتوا على العينات وتعودتوا على مصطلحات الميكروبيولوجي بحكم كورونا، الله يعيدنا يا رب ويرفع عنا. ناخذ عينه من المريض، اوكي، ونبغى نشوفها بالعين المجرده، فوش نسوي؟ نجيب صحن ولا تيوب ولا وات ايفر، يعني كونتينر، نحط فيه
مادة تكون مغذية فيها النيوترينتس اللي تحتاجها البكتيريا هذه، وما فيها الأشياء اللي أنا أعرف أنها توكسيك للبكتيريا هذه، لأن أنا أبغاها تنمو في الصحن أو التيوب هذا عشان أبغى أشوفها بعيني المجردة وأحدد أي نوع من البكتيريا هي، لأن كل نوع من أنواع البكتيريا لها شكل مميز. أوكي، بنشوف في البكتيريا الجروث، هل هي نمت كثير قليل انترميديت بين وبين، نشوف السايز، نشوف الشيب، ونشوف الميديا كولر تشينج. ممكن مثلا لو بكتيريا تاكل الدم اوكي، او عندها انزيمات تكسر الدم، وانا حطيتها في كونتينر في دم، بلاحظ ان الزون او الاريا اللي حوالين البكتيريا قاعده تصير بيل، بمعنى ان الدم اللي حواليها قاعد يتكسر بفعل البكتيريا، وهذه تعطيني مؤشر لانها واحده من خصائص الاورجانيزم اللي انا قاعد ادور عليه. اوكي، هذا بالنسبه للدياجنوسيس. بس هذول الخطوتين اللي في الميكروبيولوجي، لا، عندنا ايضا البايوكيميكال تيستينج يستخدم فيربر عشان نحدد اي سترين من المايكرو اورجانيزمز هذه، وعندنا برضو السنسيتيفيتي تيستينج، وعندنا البي سي ار، وعندنا الاليسا واللي هو نستخدم فيها المناعه عشان نشخص. اوكي، عندنا اشياء كثيره، لكن فور يور ليفل for the sake of this lecture راح نعتمد على الميكروسكوبيك ايدنتيفيكيشن والماكروسكوبيك identification. So far, كل شيء واضح؟ Yes. Okay. نبدأ بالأكتينومايسس. الأكتينومايسس لو نذكر هنا في التصنيف وين كانت هذه الأكتينومايسس. طيب، gram positive باسيلاي. تمام؟ نرجع، بسم الله. الأكتينومايسس في الجرام ستين هي gram positive باسيلاي. تمام، هذه under microscope لما ناخذها ونحطها في السلايد، نمسح السلايد ونحطها في المجهر ونطالع في المجهر بنشوف هذه الصوره. طيب، لما اجي اوصف شكلها، طبعا انا اوريدي قلت خلاص جرام بوزيتيف من اللون، بس اللاي من الشكل، بس اللاي اللي هي الرودز اللي هي الطويله، characterized by tree like branching growth. لو تلاحظون هنا صايرة زي الشجرة، الشجرة كيف؟ لو تعرون الشجرة من الأوراق بتلاقون أنها branches، صح ولا لا؟ من الأغصان وال يعني stems، صايرة أغصان صغيرة بعدين أغصان كبيرة بعدين الجذع حق الشجرة وهكذا، فهي شكلها زي tree-like branching growth. تمام؟ إيش pathognomonic feature حقت الأكتينومايسس اللي إذا شفتها خلاص أبصم بالعشرة أنها أكتينومايسس، اللي هي السلفر جرانيولز. شايفين هذه الصورة؟ هذه الصورة لما أسوي فيها زوم على هذه المنطقة تطلع معي الأورجانيزمز هنا. أوكي، فهذه الصورة مكبرة من بعيد. بالناس هنا موجود الأكتينومايسس ويحاوطها، شايفين هذا سبحان الله اللون الزهري؟ هذا يحاوطها الدرع من الخلايا المناعية اليوسينوفيلز اللي يحاول يسيطر عليها ومن أنها تنتشر في الجسم. أوكي، فهذا اللي أنتم شايفينه ردة فعل مناعية. إيش السلفر جرانيولز؟ السلفر اللي هو السلفر هو مادة لونها أصفر، أوكي، وجرانيول معناها زي الحصوة أو زي الحجرة، فهي يعني بمعنى الحجرة الصفراء. شكلها under the microscope لأننا صابغينها ما تطلع حجرة صفراء، ولكن هي شكلها في التشو الطبيعي يكون بالفعل أصفر. هل فيها سلفر كمادة يعني مادة كيميائية؟ لا، ما فيها، ولكن قاعدين نستخدم هذا المصطلح للتشبيه. اوكي، فهذه الصوره اللي هي الهيستوباثولوجيكال بيكتشر اللي انتم شايفينها تمثل السلفر جرانيول اللي هي باثوجنومونيك للاكتينومايسس، ولما نسوي زوم تو ايدنتيفاي ذا مايكرو اورجانيزم يجينا بهذا الشكل اندر الجرام ستين، جرام بوزيتيف باسيلاي تري لايك برانشينج جروث. واحده من الاشياء المهمه اللي يعني مهمه لنا ان شاء الله كفيوتشر فيزيشنز، انه الانايروبيك انفكشن ضروري نعرف بما انها تموت مع الاكسبوجر اوف اكسجين، معنى ذلك انا احتاج اسحب العينه اللي ابغى ارسلها للمختبر وارسلها باسرع وقت ممكن، مده ما تتجاوز النص ساعه، ما اتركها على جنب، لان كل ما تعرضت اكثر للاكسجين كل ما ماتت البكتيريا وكل ما صعب علي ان انا اعرفها في المختبر. طيب، فبدال ما انا ارجع واطلب العينه من جديد خلاص احافظ عليها من البدايه عشان اتاكد اني اقدر اعرفها صح في المايكرو بيولوجي، لما اعطيها للتكنيشنز يقدرون يتعاملون معها. بالاضافه لذلك عشان تظهر السلفر جرانيول اللي هي الباثوجنومونيك للاكتينومايسس، انا احتاج اني اجمع as much
بس as possible عشان أزيد احتمال إن مثلاً خلينا نقول رفلي بجمع 100 سي سي بس افتراضاً. أوكي، كل ما زادت كمية البص اللي بسحبها كل ما زادت احتمالية إنه يكون البص هذا يحتوي على سلفر جرانيولز، وكل ما قلت كمية البص اللي بسحبها كل ما قلت احتمالية إني ألاقي سلفر جرانيولز، في علاقة طردية ومنطقية. أوكي، هذا بالنسبة لتعريف الأكتينومايسيس. لما أزرعها في الكالتشر، ما بقيت لكم تو الكالتشر اللي هو بالعين المجردة، ناخذ البص هذا جزء منه حطيناه under الميكروسكوب وعرفناه، جزء منه بناخذ بليت أو ناخذ تيوب ونزرع فيه الأكتينومايسيس ونتركها. الأكتينومايسيس تحتاج 7 أيام عشان تمر، عشان تنمو عفوا. أوكي، وبعد ما تنمو لو تلاحظون هنا شكلها زي الأسنان، زي الضرس أو زي حبة البوب كورن. أوكي، فزي المولر توث أو البوب كورن أبيرنس بيظهر لي بعد 7 أيام من زراعة الأكتينومايسيس. فهذه من الأشياء المميزة جداً الأكتينومايسيس. نجي للأكتينومايكوزيس، وإحنا إيش قلنا على السفكس أوزيس؟ إنه معناه ديزيز أو معناه إنفكشن أو معناه إنفلاميشن. مو قلنا تو إنها تحتاج 7 أيام عشان تنمو؟ إيش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام إنها بكتيريا ما تنمو بسرعة أو 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 ما تتكاثر بسرعة، فتأخذ وقت عشان تشتغل. أوكي، وتسوي اللي عليها. فحتى الديزيز اللي تسويه يكون كرونيك مزمن وليس أكيوت، حاد يجي الحين بسرعة. مثلاً أمس دخل أو أمس صار عندي الإنفكشن، من بكرة خلاص صار عندي الديزيز. لا، كرونيك، يطول ويقعد مدة طويلة. لوكال، مو يعني لوكال معناه أنه في مكان واحد من الجسم، يعني في الفم، خاص في الفم. أوكي، في اليوترس، في اليوترس. إيش عكس اللوكل؟ بعدين بتشوفون سيستميك، إن الانفكشن يكون موجود في كل الجسم. أوكي، فإذا كرونيك عكسه أكيوت، لوكل عكسه سيستميك. أوكي، وتكملة الجملة انفلاماتوري كونديشن. الموست كومن كوزيتيف اورجانيزم، وبتوقيت لكم إن إحنا عندنا الاسم الأول واسم العائلة بس مقلوبة، بدل مثلا سارة يعنزي يعنزي سارة. فهنا الأكتينومايسيس اللي هي الموست كومن كوزيتيف أورجانيزم للأكتينومايكوزيس اللي هو الديزيز أوزيس، هي الأورجانيزم أكتينومايسيس إسرائيلي. تمام، للعالم ناسي اسم الأول ولكن الفاميلي نيم حقه إسرائيل. السورس أوف إنفكشن، مبقلنا أنه يا أما إندوجينس من النورمال فلورا يا أما سبورز. في الأكتينومايسيس أو في الأكتينومايسيس اللي تسبب الأكتينومايكوزيس، السورس اوف انفكشن هو النورمال فلورا اوف ا يوجوالي هيلثي هوست، وما عندي كيس تو كيس ترانسميشن زي الكورونا زي الفلو. اوكي، ما عندي كيس تو كيس ترانسميشن، هو التهاب وانفكشن منه وفيه، من الشخص وفيه. اوكي، البرايمري سايت اوف انفكشن يكون موجود في الماوث، لانها هي نورمال فلورا في الاوروفيركس في البلعوم، او انه يكون في اليوترس. اوكي، لانها نورمال فلورا في الفيميل جينيتال تراكت، وهذول الاثنين اللي هم الماوث واليوترس هم اكثر المواقع شيوعا. عندي اقل شيوعا اللنج والابندكس، الرئه والزايده. في اليوترس في عندي نقطه مهمه، انه مو بعاده في النورمال يوترس. قد سمعتوا باللولب، اللولب الهرموني؟ تدرسونه ان شاء الله في الجاينيكولوجي برضه في السنه الرابع. اللولب الهرموني هو وسيله من وسائل الكونتراسبشن. اوكي، يعني وسيله من وسائل منع الحمل. هو عباره عن جهاز يحطونه في اليوترس عشان يعمل ريليس للهرمونز اللي هي السكس هرمونز حقة الفيميل عشان يمنع الحمل، أو حتى يستخدمون البوست منوبوزل وومن. أوكي، ما لكم في هذه الديتيلز، ولكن وجود الانترا يوتيراين كونتراسيبتيف ديفايس هذا يزيد من احتمالية الانفكشن بالأكتينومايسيس. لما نيجي نعمل تريتمنت بالانتيبيوتكس، طيب راح نعتمد على الانتيبيوتكس، وانا في التريتمنت هنا ما راح اعطيكم كثير ديتيلز لان ان شاء الله بتاخذون محاضره كامله عن الانتيبيوتكس، بس ابغاكم تركزون لي على كلمتين انا بستخدمهم بكثره. سنسيتيف تو بنسلين ولا مو سنسيتيف تو بنسلين؟ يعني لما احط بنسلين على هذه البكتيريا هل هي خلاص تتحسس وتموت ولا ما تتحسس ولا تموت، بمعنى انها تقاوم البنسلين؟
هذا أول شيء أبغاكم تركزون فيه. فإذا البنسلين سنسيتيف ولا لا، بنسلين ريزيستنت. النقطة الثانية نقطة البيتا لاكتاميز، أوكي؟ والبيتا لاكتاميز ما راح استخدمها في المحاضرة اليوم، بس برضو اكتبوها على جنب وخلوها في بالكم، ولما تيجي محاضرة الأنتيبيوتكس قولوا سارة قالت لنا، أوكي؟ تذكروا البيتا لاكتاميز شيء مرة مهم ومرة شائع في المجتمع، ويسبب واحدة من أهم الكرايسيز في الميكروبيولوجي، أوكي؟ نجي للنقطة الأخيرة. لأن الأكتينومايكوسيس تنمو ببطء وتسوي لي كرونيك انفكشن، حتى التريتمنت حقها requires a long time، 6 شهور لير 1 year يقدر الشخص يتعالج من الأكتينومايكوسيس إلى ما يروح منه هذا الديزيز. وبكذا نكون خلصنا من الأكتينومايسيس. نجي لثاني مايكرو أورغانيزم بنحكي عنه وهو البكتيرويدس. البكتيرويدس زي ما أنتم شايفين صورة فيها مايكرو أورغانيزم لونه بينكش، فهو بالتالي جرام إيش؟ جرام نيجاتيف بس اللاين. طلعوا معاي هنا، عندي هذا اللي عند المؤشر، طيب واحد صغير، عندي هنا واحد كبير، هذول كلهم بكتيرويدس على فكرة، مو بواحد وجيرانهم، لا هو أخوه، تمام؟ بكتيرويدس وبكتيرويدس، عندي صغار، عندي كبار، عندي طوال، عندي قصار، أوكي؟ فبالتالي هي إيش؟ هي بليومورفيك، متعددة الأشكال. فإذا البكتيرويدس جرام نيجاتيف باسيلاي وبليومورفيك. لما أزرعها في الكالتشر grows overnight، مقارنة بالأكتينومايسس هذا شيء مذهل، لأن الأكتينومايسس كانت تستغرق 7 أيام، بينما هذه تحطونها اليوم تجوا بكرة تلاقونها خلاص طلعت في الكالتشر. البكتيرويدس ديزيز، طبعا البكتيرويدس تسبب لي عادة الابسسز، اوكي الابسسز حكينا عنها اللي خراجات. طيب قبل ما نتكلم في الابسسز بقول لكم اشياء مهمه. السورس اوف انفكشن زي ما قلنا من النورمال فلورا اندوجينس من نوفي، ايضا زي الاكتينومايسس ما عندي كيس تو كيس ترانسميشن. الكونديشنز فور جروث، طيب تحتاج ديسبيسمنت انتو التيشوز، طيب يعني تحتاج تروما، اوكي او مثلا دايفرتيكولايتس. الدايفرتيكولايتس هذه كونديشن تحصل في الجهاز الهضمي، بدل ما انه هو يكون عباره عن تيوب كذا، يعني تيوب متصل، اوكي يبدا يطلع فيه زي الزوائد، التيوب هذا يبدا ينفتح يطلع منه زي الزوائد، فهذا الدايفرتيكولايتس. نفس كونسبت، تقريبا نفس كونسبت الكانسر، كيف انه شيء يدخل على شيء، وتروما ايضا شيء يدخل على شيء، اوكي فهذه هي الكونديشن فور جروث. Most common causative organism، مو بهناك قلنا الإسرائيلي، هنا واحدة اسمها البكتيرويدس فراجيلس. بكتيرويدس فراجيلس. Most distinguishing feature of the organism is the ability to form abscesses. هذا هو الشيء المميز فيه. أوكي؟ كلمة abscess إذا سمعتوها في الطب وأحد سألكم كيف تعالجون، خذوا التالي. أولاً abscess drainage. طيب abscess drainage ما ينفع ان انا اترك الابسس زي ما هو، اترك الخراج زي ما هو بالمايكرو اورجانيزم اللي فيه وبالانفلاماتوري سيلز اللي فيه كذا وخلاص، واعالج بالانتيبيوتيك واقول انه خلاص بيتعالج وبيصغر وبيروح، لا لازم اعمل انسجن، طيب اعمل قطع واعمل drainage لهذا الابسس، اطلع اللي موجود بعدين اعالج عشان ما اللي باقي شوي لجوه ما يتكاثرون ويكونون لي ابسس مره ثانيه. ثاني شغلة، لأن الأنيروبيك تعيش في البيئة اللي ما فيها أكسجين وتعيش في النيكروتيك تيشو، أي نيكروتيك تيشو عندي موجود، طيب بسبب التروما بسبب الفيرتيكولايتس بسبب أي شيء، أي نيكروتيك تيشو موجود عندي لازم أن أنا أتخلص منه، أوكي لازم أن أنا أتخلص منه، عضلات جلد مفصل طرف، أي نيكروتيك تيشو مات لازم أتخلص منه عشان أوقف تكاثر البكتيريا هذه، لأن إذا خليتها راح يستمر البكتيريا هذه بالتكاثر وراح يستمر بالديزيز يتفاقم وراح نوصل لمرحلة الشك، طيب ومن الشك لا سمح الله الدث. الآن
قبل شوي قلت لكم على الأكتينومايسس إنها بنسلين سنسيتيف، أعطيها البنسلين تتجاوب زي العسل، ما عندها أي مشكلة. الباكتيرويدس هاوفر مو بس إنها أكثر الميكرو أورجانيزمز الأنيروبيك شيوعاً، هي أيضاً أكثرهم مقاومة للمضادات الحيوية. أوكي، فبالتالي ما تتجاوب مع البنسلين ولازم أعطيها دراج اسمه المترونيدازول. مترونيدازول الحالة غالباً لا، أعطي معاه كليندامايسين. وأرجع أقول لكم don't be intimidated مع الأسامي هذه الجديدة، إن شاء الله بتأخذونها كلها في محاضرة الأنتيبيوتكس. هذا بالنسبة للبكتيرويدس. نيجي الحين للفيوزوبكتيريوم. زي ما أنتم شايفينها الفيوزوبكتيريوم إيش لونها؟ لونها pink، بالتالي هي gram negative bacilli. ونطالع مرة ثانية، هذه صغيرة، هذه كبيرة، هذا شيء غريب ما ندري وشو، بالتالي هي pleomorphic. أوكي، ما هي uniform، واحدة صغيرة واحدة كبيرة، أشياء غريبة. filamentous، تذكرون في الانترودكشن لما قلنا filaments إنها هي صار زي الحبال أو صار زي الأسلاك، هذا وش كده تشوفون هنا زي الوايرز زي الأسلاك. طيب هذه filaments تكونها البكتيريا نفسها. أوكي، لما نزرعها الكولونيز تظهر، الكولونيز اللي هي المستعمرات البكتيرية هذه تظهر كنص بيضة. شايفين البيضة المسلوقة اللي قطعتوها من النص وحطتوها كذا على ظهرها، كيف يطلع كذا raised half an egg ولونها أبيض. طيب تمام، هذه الكولتشر نفس الشيء، الكولوني appear raised like half an egg، وتظهر الكولونيز 24 to 48 hours. أوكي، يعني بعد نزرعها اليوم شيك عليها بعد 24 ساعة، نمت أوكي ما نمت نشوفها بعد 48 ساعة تكون أكيد نمت. الفيوزوبكتيريوم نيكروفورم اسم الأول والاسم العائلة، فيوزوبكتيريوم اسم العائلة واسم الأول نيكروفورم، هذا صنف من أصناف البكتيريا، خطير جدا، ممكن أن يقتل إنسان سليم صحي بالغ، وهنا تكمن خطورته. من وين يجي الانفكشن هذا؟ Again normal flora، بس أجي أسأل هل في case to case transmission؟ قولك هنا إيه، في case to case transmission حصلت وصار report إن في case to case transmission with human bites. مو بإحنا قلنا normal flora بالفم والجي آي وإلى آخره، فبالhuman bite ممكن إن أنقل من شخص ألف إلى شخص باء، بينما الorganisms اللي قبل هذا كان ما عندي case to case transmission، كان فقط من الشخص يعني منه وفيه. The most virulent causative organism طيب للديزيز اللي بنحكي عنه بعد شوي هو ها الفيوزوبكتيريوم نيكروفورم. أنا قلت هنا most virulent، لاحظوا ما قلت most common. The most common الأكثر شيوعا هو واحد ثاني ما راح نحكي عنه اليوم، أوكي، لكن راح نحكي عن the most virulent الأخطر، أوكي، أكثر شيء يهدد الحياة هو الفيوزوبكتيريوم نيكروفورم. ليش يهدد الحياة؟ لأنه يسبب سيندروم. عارفين إيش معنى كلمة سيندروم صح؟ متلازمة. إيش معنى متلازمة في الطب؟ معناها أن عندي أكثر من سيستم في جسم الإنسان متأثر ومتأثرين مع بعض كذا في جروب في برزنتيشن واحدة، فأسميها سيندروم بدل ما أسميها ديزيز. أوكي؟ يسبب لي هذا الميكرو أورجانيزم الخطير جدا سيندروم. إيش اسم السيندروم؟ لامير سيندروم. إيش اللي يحصل فيها؟ الميكرو أورجانيزم موجود أوريدي في الفم، أوكي؟ يبدأ الشخص يحس إنه حلق عبره، سور ثروت. السور ثروت هذا يتحول لبيري تونسلر، من قلنا تونسل اللي هي اللوز وبيري اللي هي أراوند، بيري تونسلر أبسس يبدأ يحصل، أوكي؟ تبدأ تكون عندي خراجات حوالين اللوز. من اللوز يبدأ الأبسس هذا ينتشر إلين ما يوصل لجزء من الجسم أو عرق موجود عندي blood vessel وهو الجوجلر فين. الجوجلر فين موجود هنا جنب الكاروتيد artery. تعلمونها كلها، don't be intimidated by any new names. طيب طبعا عارفين إيش الفرق بين الفين والartery؟
pretty basic يعني، بس ان الجوجلر فين هو اللي موجود هنا في النك، يروح من اللوز ويطلع على الجوجلر فين. ايش اللي يحصل لما مايكرو اورجانيزم يروح مثلا للفيرنكس؟ يصير اسمه فيرنجايتس. لما يروح للتونسل يصير اسمه تونسيلايتس، وهكذا غاسترايتس نيفرايتس وهكذا. اوكي، لما يروح طبل الفين ايش يصير اسمه؟ فليب ايتس. فنرجع من الاول، سور ثروت، بيريتونسيلر ابسس. الابسس بدا ينتشر وراح للجوجلر فين، الجوجلر فين صار فليبايتس. في الفليبايتس هذا انا عندي بلاد فيسل، طيب شغله الشاغل في الحياه انه هو يحرك الدم. فجاه الجدار حق اللي كان سموذ وما في اي مشاكل صار ملتهب، وخلايا المناعيه بدات تستنفر لان عندي التهاب وعندي مشاكل. والخلايا المناعيه تبدا تفرز اشياء يعني عشان تقتل البكتيريا، لكنها ايضا بنفس الوقت زي الفيل لما يمشي في الغابه يبدا يهشم كل شيء تحته. اوكي، فاللي ابغى اوصله من هذا الكلام ان كل العوامل اللي انا قلتها هذه تؤدي لتكون جلطه دمويه، اوكي، ثرومبوسس، وبتدرسونها في محاضره اسمها الهيموستيزس، تعرفون كيف تتكون الجلطات. اوكي، فتتكون هذه، تتكون خثره الدم هذه، اوكي، في الجوجلر فين، وتبدا تسافر، تبدا تتمشى في البلد ستريم. انا هنا عندي فين، وانتم عارفين الفينز انها هي متصله بالرايت سايد اوف ذا هارت، وشغلها انها توصل الدي اوكسجينيتد بلد من الجسم الى اللنج. اوكي، الجسم هارت لنج. فالخثره الدمويه هذه بتروح من الجوجلر فين الى الرايت اتريوم اللي هو الاذين الايمن، طيب، ومن ثم الى الرايت فنتريكل اللي هو البطين الايمن، بعدين راح توصل لللنج عن طريق السيركيليشن حقه اللنج فيا ذا بلمونري ارتري. لما توصل اللنج خثره دمويه ايش اللي راح يحصل؟ راح تسبب لي ما يعرف بالبلمونري امبوليزم، اللي هي جلطه دمويه هاجرت من مكانها الاصلي، ثرومبس هاجرت من مكانها الاصلي وسافرت بعيدا عن مكانها الاصلي، يصير اسمها امبوليزم، اوكي، او امبولاي. وصلت للرئه فهي بالتالي بالمو يعني رئوي، بالمونري امبوليزم. لما انا اسد بلاد فيسل في اللنج ايش اللي راح يحصل؟ اسكيميا معناها، اتوقع اخذتوها في الباثولوجي، معناها شح في الدم، ما راح يوصل لها دم، ما راح يوصل لها اكسجين، وهي رئه فايتال تيشو. فايش اللي راح يحصل؟ ممكن يحصل سادن ديث اف نوت تريتد ايميديتلي. هذه بالنسبة للفيوزوباكتيريوم نيكروفورم اللي سببت لي اللامير سيندروم. طيب let's take one minute break ونكمل الكولستريديوم اللي هي آخر مايكرو أورغانيزم معنا اليوم. فاهمين معي so far يا جماعة؟ فاهمين؟ yes. ممتاز. وش قلنا على الكلوستريديوم؟ قلنا انها من بد الانايروبيك بكتيريا هي اللي تعتمد على الابواغ، هي اللي تعتمد على السبورز. بالتالي السورس حق الانفكشن ما راح يكون من الانسان نفسه، منه وفيه، راح يكون من الانفايرمنت. اي اكسس طيب للسبور هذا الى جسم الانسان بسبب الديزيز. اوكي، الحين بالنسبة لعائلة الكولوستريديوم كلها، طيب هي جرام بوزيتيف بس اللاي زرقاء اللون، اوكي، او فيلفت ان كالر.
characterized by forming spores قلت لكم إياها. وفي شغلة ثانية مهمة في كل واحد من diseases اللي تسببها الكولستريديوم بيكون فيها واحد مميز له اسم معين واللي هي producing toxins عندها القابلية أنها تصنع المواد السامة اللي تسبب لي أنواع مختلفة من diseases على حسب التوكسين اللي 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 تفرز لي. طيب الكلوستريديوم عندي منها 40 صنف في الطبيعة، 40 صنف في الطبيعة، أنواع كثير. طيب لكن عندي أربعة هم اللي كلينيكلي significant، وهم الكلوستريديوم بيرفرنجيز، كلوستريديوم بيرفرنجيز، الكلوستريديوم تيتناي، كلوستريديوم تيتناي، كلوستريديوم بوتيولينم، كلوستريديوم بوتيولينم، والأخيران الكلوستريديوم ديفيسيل. ديفيسيل هذول الأربعة هم اللي most clinically significant clostridium. Again, characterized by إيش؟ شغلتين. Forming spores و producing toxins. نبدأ بالclostridium perfringens أو perfringens. زي ما أنتم شايفينها إيش لونها؟ لونها velvet على bluish، فبالتالي هي gram positive. إيش شكلها؟ هل هي cocci مدورة ولا بس اللاي؟ بس اللاي. طب نيجي شوي نوصف الشكل حقها زيادة، بشوف ان الاند حقتها ما هي تايبرد اند. طيب ما هي تايبرد يعني ما مو بصار زي السهم من الاخير بهذا الشكل، لا صايرة كأنها مربع، فسكوير اندز. اوكي السبور زي ما درسته في التحضيري هو موجود، بيظل موجود جوا الخلية البكتيرية. اوكي فأنا الشكل المربع هذا اللي قاعد أحكي عنه اللي هي الأطراف المربعة حقت البكتيريا البرفنجينز، اللي يسوي المربع هذا هو السبور، تمام؟ وموقع من الإعراب داخل الخلية البكتيرية سب تيرمينال. تيرمينال يعني نهائي، يعني يا في الطرف هذا يا في الطرف هذا. سب تيرمينال يعني في النهاية، صاير جنب النهاية وأقرب للنص من النهاية. اوكي فسب تيرمينال، ليش حطيت بولد على السب تيرمينال؟ لان عندي واحد من الكلوستريديوم تيرمينال، وميزه من ميزه يعني تميزه عن الباقيين ان تيرمينال السبور حقه، عرفتوا؟ فبالتالي لما اوصف الكلوستريديوم بيرفرنجز جرام بوزيتيف بس اللاي سب تيرمينال بلجينج سب تيرمينال سبورز ذات ابير لايك سكويرز، هذا وصفها. طب لما نزرعها وش اللي يصير؟ يصير شيء مرة interesting. لما نزرعها بتبدأ تسوي لي colonies، هذه colonies، أوكي هذه هي البكتيريا نفسها، وهذا بالعين المجردة قلنا، أوكي هذه البكتيريا، هذه البكتيريا، هذه البكتيريا. الcolonies هذه محاطة بهالة، زي الهالات السوداء، محاطة بهالة، بس مو بهالة واحدة، هالتين. لاحظوا الفرق ما بين هذه الهالة طيب اللي صايرة فاتحة وبين هذه الهالة اللي صايرة غامقة. إيش اللي ممكن يسبب شيء زي كذا؟ الانر زون هذه اللي هي immediate to the microorganism هي عبارة عن hemolysis، هي عبارة عن البكتيريا قاعدة تاكل الدم. من اللي سببها؟ يسببها الثيتا توكسين، هذا أول توكسين راح نتعلمه اليوم، الثيتا توكسين. فإذا الهالة الداخلية المباشرة للميكرو أورغانيزم مين يسببها أي توكسين؟ يسببها الثيتا توكسين، هذه علامة الثيتا. والوايدر زون الزون الخارجية يسببها توكسين آخر اسمه الألفا توكسين. معروف عن البرفرنجنز طيب إنها produces large amounts of gases، وهذه صفة مميزة جدا للبرفرنجز، وصفة مميزة أيضا للديزيز اللي سببها البرفرنجز. أوكي بنشوفها بعد شوي. مين الغازز هذه؟ عندي الهيدروجين والكربون ديوكسيد. هذا الأورغانيزم طيب يسبب لي ثلاثة ديزيزز، الغاز غانغرين عارفين الغرغرينة كده عارفينها، والإندوميترايتس اللي هو قلنا بطانة الرحم، وآيتس يعني infection أو inflammation، فبالتالي إندوميترايتس هو التهاب بطانة الرحم. وعندنا food poisoning، لكن الفود poisoning اللي يسبب البرفرنجنز طيب food poisoning يعتبر خفيف، أوكي مو food poisoning سيء جدا. أهم واحد بنحكي عنه اليوم هو الغاز غانغرين. ليش؟ It's the most dreadful
it kills الشخص إذا تركتوه ما عالجتوه. It kills الشخص إذا لقيته necrotic tissue وما شلتوه. من السورس of infection زي ما اتفقنا إحنا الحين قاعدين نحكي عن clostridium, فالsource of infection هو spores. طب كيف يحصل transmission؟ بني آدم في الحرب ولا بني آدم قاعد يسوي hiking في مكان معزول وبعيد ومليان soil, مليان perfringens, spores, أوكي. يصير له مثلا كسر, أوكي, كسر مفتوح. ما أتكلم عن الكسور اللي يكون فيها الجلد intact, يكون الجلد فيها مسكر, لا, قاعد أتكلم عن الكسور الصعبة المتقدمة اللي يكون فيها الجلد مفتوح, أوكي, وexposing the bone والمصل للenvironment. كسور تروما أيا كانت, جروح, طيب, bullets, clothing, طيب, لما يصير لها contact مع الجرح هذا, طيب, or other foreign material containing spores, يحصل عندي الغاز غانغرين. هل من أول ما يوصل الميكرو أورغانيزم للجرح على طول يصير في عندي غاز غانغرين, على طول تكون عندي الغرغرينة؟ لا, تأخذ لها من يوم إلى أربع أيام. Starts as severe pain, ألم شديد جدا at the wound site. لو إن في اليد, يدي مرة تعورني, يجيك الطوارئ يقولك يدي مرة تعورني, مجروحة مرة تعورني. ممكن ياخذ يوم إلى أربع أيام, ممكن كيف اليوم الثاني تبدأ اليد هذه اللي كانت بس تعورة تنتفخ, تبدأ اليد المنفوخة هذه يتغير لونها, إلين ما في المراحل المتقدمة تبدأ اليد تطلع غاز. وكيف أدري إنها تطلع غاز؟ تطلع صوت, crepitations, تطلع صوت. البكتيريا هذه فعلياً تسوي غاز, والغاز هذا يطلع صوت. كيف التريتمنت؟ زي ما اتفقنا, أنا راح أشيل كل الديفيتالايزد تيشو أو كل النيكروتيك تيشو الميت عشان ما تتكاثر البكتيريا, ما أخلي وسط للبكتيريا أنها تتكاثر, وأحط له هاي دوز أوف بنسلين, وأحط البني آدم في أكسجين تشامبر. تشامبر يعني حجرة, هي حجرة صايرة, تعرفون الـ MRI machines كيف صايرة كذا زي تيوب, يعني أكبر من حجم الإنسان بشوي, يدخلها الشخص الجوة. عندي تشامبر تتسكر على الشخص ويحطون فيها أكسجين غاز عشان يمنعون الكلوستيديوم بيرفرنجينز من أنها تتكاثر, لأنها تموت بالأكسجين زي ما اتفقنا في الانترودكشن. هذه الغاز غانغرين. الاندوميترايسس هي بيسكلي غاز غانغرين نفسها, بس بدل ما أنها موجودة في الأطراف وفي الجسم, موجودة في اليوترس, وهي كانت مور كومن أيام زمان. ليش؟ لأن السورس أوف انفكشن هو السبورز, طيب, اللي تكون موجودة في الأدوات المستخدمة في الإليجل أبورشن. أبورشن اللي هي عملية الإجهاض, طيب, الليجل, أو ممكن إنه صفة وصف ثاني نقول يعني اللي هي نون ميديكال أبورشن, طيب, يعني يكون مثلا مسوينها في البيت ولا مسوينها في عيادة تعبانة. طبعا هذا الكلام كان كومن أكثر في الماضي, بس الحين الحمد لله it's way less common. إيش اللي يحصل؟ الأبورشن لما تتم, طيب, في طبعا عندنا شيء اسمه ميديكال أبورشن, في عندنا مسببات طبية للأبورشن, أوكي, لكن لما نسويها في المستشفى لازم أنها تكون كومبليت أبورشن, بمعنى أنه الفيتس اللي هو الجنين كامل لازم ينزل, وكل محتويات الرحم كامل لازم تنزل من الأم. طيب, ما ينفع أن أترك جوا الأم تشو ميت. ليش؟ لأن التشو الميت, نرجع نقول مرة ثانية, بيئة خصبة تكون فيها الأنايروبز وتتكاثر فيها وتسوي للديزيز. فإيش اللي يحصل في الإندوميترايتس اللي سببه الغاز غانغرين أوف ذا يوترس؟ اللي يحصل لأن إحنا قاعدين نسويها بإنسترومنتس قذرة, ولأن قاعدين نسويها بدون سوبرفيجن طبية, بدون أشخاص متخصصين, فيتكون بعض النيكروتيك تيشو اللي هو باقي الفيتس يتركونه في بطن الأم. مع مرور الأيام يجي البرفرنجنز, الكلوستريديوم برفرنجز, gains access لهذه النيكروتيك برودكتس of الكونسبشن, أوكي, اللي هي retained in the uterus, تتكاثر وتعمل infection للإندوميتريوم, اللي هو لما يصير infection للإندوميتريوم إيش يصير؟ endometritis. والسيم treatment as gas gangrene, زي ما قلنا it's sensitive
البنسلين بس مهم ان نعطيها هاي دوز اوف بنسلين ونشيل كل الدي فيتالايزد تشو. هذه بالنسبه للاندوميتريتس. الفود بويزنينج اتفقنا انه هو فود بويزنينج خفيف يصير لما ناكل السبورز، اوكي، زي ما هي موجوده في التربه ممكن موجوده ايضا في المواد الغذائيه، ممكن تكرمون عن طريق الفيسيز، طيب عن طريق البراز، عشان كذا مهم جدا غسل اليدين بعد دخول الحمام، اوكي، في المطاعم وما الى ذلك. يعني ممكن شخص يطبخ وكي دخل الحمام تكرمون ما غسل يده بعد الحمام، طلع سوى الاكل، اكلت الاكل، بلعت السبورز، جاك دايريا اند ابدومينال بين. بس ايش يميزها؟ هي قلت لكم خفيفه، خفيفه بمعنى ان ما عندي حراره وما عندي فوميتنج، فقط دايريا اند ابدومينال بين وسبونتينيوس ريكفري، يعني خلاص يطيب الشخص من نفسه، اوكي، within 24 hours، ما يحتاج ان تعطي انتبيوتك في اغلب الحالات، ممكن يحتاج سبورتيف ثيرابي، لان الدايريا هي عباره عن loss of fluid في الجاسترو انتستينال تراكت، فممكن اعوض الفلويد، هذا الشيء اللي يستدعي. اوكي، خلصنا من اول اورجانيزم، باقي لنا ثلاثه الان، الكلوستريديوم تيتاناي. الكلوستريديوم تيتاناي هذه صورتها اندر ميكروسكوب وهذه صورتها في الكلتشر، هذه الميكروسكوبك اللي ما نقدر نشوفها بالعين وهذه الماكروسكوبك اللي نقدر نشوفها بالعين. شايفين لونها ايش؟ شايفين لونها فيلفت، قريب على الازرق، اوكي، فبالتالي هي جرام بوزيتيف. هل هي عواميد ولا كور؟ لا، عواميد او عصيات، عصيان، طيب، فهي باسيلاي. مو قبل شوي قلت لكم على السب تيرمينال والتيرمينال سبورز اللي موجوده داخل البكتيريا؟ هنا عندنا التيرمينال سبور، تمام، وشايفين شكلها زي ايش؟ شكلها زي الدرمستيك اللي هي العصا حقت الطبلة اللي تيجي كذا عصا ومن النهاية فيها، ما أدري إيش محدد لكم الصورة، توقع نسيت، طيب، فصايرة زي الدرمستيك appearance، هذا سبور يا جماعة، هذا البكتيريا وهذا سبور، هذه بكتيريا وهذا سبور، هذه البكتيريا وهذا سبور، terminal صاير في الطرف، حتى شوفوا هنا هذا ثنتين صايرين كأنهم واحدة، هذه سبور، هذه سبور، أوكي، وواحدة من مميزاتها Clostridium tetani إن عندها فلاجيلا، طبعًا عارفين الفلاجيلا، أوكي، الفلاجيلا اللي هي صار زي الذيل حق البكتيريا اللي يساعدها إنها تتحرك. فالشيء الملفت للانتباه إنه لما أحط البكتيريا، أوكي، على البليت وأتركها تنزرع، إيش يصير؟ تتحرك جوا البليت، سبحان الله، تستخدم الفلاجيلا حقتها عشان تتحرك جوا البليت فتعطيني هذا الأبيرنس، أوكي، it swarms swarms، طيب، motilizes داخل الأقار. الصحن هذا اسمه أقار، طيب، عاد بعدين تتعلمون أنواع الأقار، في عندكم بلاد أقار وأشياء كثيرة، يعني مكونكي أقار، أشياء كثيرة بتعلمونها إن شاء الله. طيب نيجي الحين للتتنس، هذا حكينا عن الكلوستريديوم تيتاناي، طيب، كبكتيريا، وحكينا عن خصائصها، نيجي للتتنس اللي هو الديزيز اللي تسببه الكلوستريديوم تيتاناي. ما أدري قد سمعت فيه أو لا، بس هو مرض الكوزاز، الكوزاز مرض عصبي. طيب ايش اللي يحصل؟ السبورز اللي موجوده في السويل في التربه او في الانيمال فيسيز تقعد ترى سنين طويله، طيب، ما تموت، يصير عندي ووند، الووند هذا gets infected with spores. مو بقلنا كل واحد من الكلوستريديوم عنده توكسن، هنا في عندي مو بهي تيتانس، عندي تيتانوبلازمين، هذا اسم التوكسن، it's a very powerful toxin. ايش اللي يسويه؟ بقول لكم الحين الوصف الطبي حقه، بعدين بشرح لكم اياه بالعامي ايش يسوي التيتانوبلازم، لانه في ديتيلز ان شاء الله راح تدرسونها وتعرفونها يعني مره كويس السنه الجايه باذن الله في السي ان اس سنترال نيرفس سيستم كورس. اوكي، تيتانوبلازم از ا باورفل توكسين ذات انهيبيتس ترانسميشن اوف نورمال انهيبيتوري مسجز فروم ذا سنترال نيرفس سيستم كوزينج بينفول مسل سبازمز. inhibits الانهيبيتري مسج، inhibits الانهيبيتري مسج. الان انا لو واقفه عند الباب، طيب، وحد قاعد يشدني من ورا وحد قاعد يشدني من قدام، اوكي، انا واقفه على الباب، وين بروح؟ ما راح اتحرك، بضل واقفه نفس مكاني، صح ولا لا؟ العضلات في جسم الانسان نفس الشيء، الله سبحانه وتعالى خلق لنا الجهاز العصبي، طيب، بحيث انه يعطي كل عضله
رسالة بالإكسايتيشن ورسالة بالإنهبيشن، رسالة بالتحفيز ورسالة بالتثبيط، تحفيز عصبي تثبيط عصبي، عشان تظل العضلة في طور الاتزان. أوكي، إيش اللي يحصل في إيش اللي يسوي تيتانوبلازم في الأعصاب؟ الآن مو بقلنا إن أنا في واحد مسكني من وراء واحد مسكني من قدام، طب اللي مسكني من وراء لو فلتني وش بصير؟ بروح قدام. طيب، فاللي يحصل إنه يعني خلنا نفرض إن اللي وراء كان الإنهبيتري مسج، واللي قدام كان الإكسايتاتري مسج. طيب، فلو تركني الإنهبيتري مسج، إيش اللي راح يصير؟ الإكسايتاتري مسج will take over، وهذا اللي يحصل فعلًا ويسبب painful muscle spasm. فهمتوا هذه يا جماعة الترانزوبلازمين؟ أو تيتانوبلازمين عفواً؟ لا، ممكن تعيدينها. طيب، أنا طيب اتفقنا أن الكلوستر ديم تسوي أو عندها قابلية أنها تسوي توكسين، صح ولا لا؟ جاوبوني. صح. وكل واحد من اللي حكينا عنهم كان عنده نوع توكسين معين. في التيتانس، طيب، اللي هو هذا الأورغانيزم اللي هو كلوستريديوم تيتاناي اللي شكله زي عصا الطبلة. فهذا الميكرو أورغانيزم أنا عندي توكسين اسمه تيتانوبلازمين، هذا اسم التوكسين حقها. أوكي، التفاصيل اللي هنا موجودة ترى أشياء يعني عصبية وشوية ديتيلد، بس أنا بحاول أقربها لكم يعني كفكرة عامية. أوكي، فيعني أنتم لا تحرصون مرة على الديتيلز، بس افهموا المفهوم. هذا الشكل اللي أنتم شايفينه، هذه الصورة، طيب، هي نهاية ناقل عصبي. هذه كور، طيب، نواقل عصبية، هذه نواقل عصبية هي اللي ترسل المسجز. أوكي، هذه الرسائل ترسل من 1 إلى 2، هذه نهاية خلية عصبية رقم 1، هذه بداية خلية عصبية رقم 2. أوكي، كيف يشتغل السنترال نيرفس سيستم؟ إنه عن طريق السينابس هذا ما بين النيورون 1 والنيورون 2 يتم إرسال هذه المسجز، طيب، من هذه الضفة إلى هذه الضفة، والمسجز هذه جزئين، جزء منها انهبيتري وجزء منها اكسايتيتري. الانهبيتري، طيب، مانع، انهبت يعني امنع، اكسايتيتري اكسايت من اكسايتمنت، طيب، يحفز يحمس. فانا النيورو ترانسميترز هذه هي في النيورو ماسكولر جنكشن، طيب، اللي هو نقطه الالتقاء ما بين العصب والعضله في جسم الانسان، اسمها النيورو ماسكولر جنكشن. حلو، في الطبيعي انا عندي توازن ما بين الانهبيتري المانع وما بين الاكسايتاتوري. اوكي، الاكسايتاتوري اللي هو المحفز، ليش؟ عشان نظل في جزء طبيعي، ما نصير شادين كذا مره ولا نصير مرتخين كذا مره، لا، كيف هو الطبيعي، التون حق العضلات طبيعي. اللي يسويه التيتانوبلازمين، اوكي، انه يمسك الانهبيتري ترانسميتر. اوكي، يمسك الانهبيتري ترانسميتر ويقول له خلاص انت ممنوع تنفرز. اوكي، فايش اللي يصير اذا انا منعت الانهبيتري؟ الاكسايتاتري اوريدي موجود، بس الاكسايتاتري خلاص ويل تيك اوفر، ما عاد عنده احد، يعني ما عاد عنده احد يوازن معه، فبيصير الوضع شد. الحين بفهمكم اياها اكثر لما تشوفون هذه الصوره. شايفين هذا الشخص؟ هذا شخص مصاب بالتيتانس، يصير الجسم كله شاد. ليه؟ لأن الانهبيتري مسج ممنوعة من التيتانوبلازم، التيتانوبلازم منعها. أوكي، فيصير في عندي continuous stimulation للعضلات. أوكي، يسبب painful muscle spasms. فهمتوها؟ yes. excellent. كيف I prevent it؟ اي بني ادم بيجيكم بالطوارئ، اوكي، بيقول لكم انا، ويجيكم مثلا جرح يبي له خياطه وزي كذا، اوكي، والجرح هذا صار له في الانفايرمنت في الطبيعه، اول شيء بتسوونه بتسالونه did you take your tetanus shot الفاكسين. طيب، لان البريفنشن حق الديزيز هذا انه مع البونز لازم نعطي التيتانوس فاكسين. التيتانوس فاكسين فيه التيتانوس توكسويد، اوكي، اللي هو جزء من التيتانوس توكسين، تمام، يمنع الديفلوبمنت حق السيفير ديزيز هذا. والتريتمنت، اول شيء ننظف الووند، نشيل الفورين بوديز اللي موجوده على الووند، ديرت، اي شيء. وفي الاخير، اوكي، نعطيهم بنسلين، ونحاول ان نسيطر على المسل سبازمز هذه لانها مره مؤلمه. كيف؟
ننوم البيشنتس، نعطيهم سيدتيف، اوكي مسكن قوي سيدتيف، ونحطهم في كوايت اند دارك روم لين ما جسمهم يسترخي. اوكي هذا بالنسبه للتيتانوس. فاذا سو فار اخذنا 2 من الكلوستريديوم. نجي للثالثه، الكلوستريديوم بوتيولينم. الكلوستريديوم بوتيولينم هي ستراكتشرلي سيميلر للكلوستريديوم تيتاني، مو بتو قلنا درامستيك وما ادري ايش، يعني هي تقريبا يعني صحيح ان الدرامستيك خلاص يعني هي مره كاركترستيك للتيتانس، بس يعني هي معلومه عامه ان ستراكتشرلي سيميلر للتيتاني بس فانكشنلي ديفرنت. طيب بتلاحظون الطريقه اللي تسبب فيها الديزيز والتوكسن حقها مختلف عن التيتاني. طيب السبورز حقت البوتيولينم، طيب كان ريزيست بويلينج فور ا لونج تايم، مو احنا نقول احنا لازم نطبخ الاكل عشان نقتل البكتيريا اللي فيه، ودرجه غليان الماء هو 100 درجه. تخيل ان انا ممكن احطه في درجه غليان 100 درجه وبرضه ما تموت السبورز، لان زي ما درستوا في التحضير يا جان، السبورز تتغلف نفسها غلاف قوي مره، فما ياثر فيه الاشياء اللي ممكن تاثر في البكتيريا العاديه، يعني اللي عندها مثلا فوسفوليبيد وعندها انفلوب واحد زي كذا. فإت ريزيست البويلينج، هذه واحدة من خصائص البوتيولينم. طيب كان كونتامينيت، طبعا هي عفوا سبورز اكزيست ان سويل بوندز اللي هي البرك عارفين البرك، والليكس اللي هي البحيرات. طبعا الفرق بين الليك والبركة ان البركة فيها ستيل ووتر وغالبا الووتر هذه كونتامينيتد، الليك تكون البوند هذه اللي هي البركة اللي فيها ستيل ووتر، الليك اللي هي بحيرة تكون كبيرة. طيب وعادة ما تكون يكون فيها فتحة مثلا على نهر يصب فيها أو هي تصب في نهر. طيب فهي يعني نوعا ما مياه جارية، ما هي مياه راكدة. طيب بس بشكل عام السبورز موجودة في السويل، في التربة، في البونز وفي الليكس. كان كونتامينيت الفود هذه الكلوستيديوم بوتيولينم، يعني تو احنا في التيتاني قلنا لا، قلنا واحد يجيه انجري، طيب يجيني بيتخيط، والانجري هذه فيها جزء من السويل ولا اي شيء، طيب يحتوي على سبورز حق التيتاني، وبالتالي يتكون عنده مرض الكزاز. في البوتيولينم لا، عن طريق الاكل، يجي عن طريق الاكل. اوكي السبورز هذه انفكتس الفود. الفود زي ايش؟ زي الكاند فود، اوكي الاكل المعلب، زي بعض انواع السي فود. طبعا اكيد عارفين الفسيخ، ما احد ما يعرف الفسيخ اللي هو اكله مشهوره مصريه او حتى فلسطينيه. طيب ما ادري هو كيف يسوونه بالضبط، ولكن هو ما يتعرض للطبخ. طيب اتوقع انه يعرضونه لعمليه تخمير، يعني هو يصير له فرمنتيشن بس مو بتخمير بالمفهوم، يعني انا الصراحه ما ادري هو كيف يتسوى بالضبط الفسيخ، بس انه اللي يحصل eventually ان السمكه هذه راح تبدا الكلوستريديوم بوتيولينم واذر مايكرو اورجانيزمز تبدا تاكلها. العمليه الاكل هذه طبعا عارفين انتم اي تفاعل كيميائي، انا عندي يعني احط شيء على شيء يطلع لي شيء، فهو اللي يعمل التفاعل الكيميائي هذا مع البكتيريا هو اللي يعمل لهم انهانسمنت للفليفر اللي هم يحبونها ياكلونها. يعني هذا بالنسبه للفسيخ. الميت عندي النيتيف انديانز اللي موجودين في نورث امريكا في كندا. طيب هذه الصوره مرسومه لهم، في عندهم طريقه لاكل اللحم مميزه، ولكن للاسف تسبب الأمراض، وهي أنهم يدفنون اللحم تحت الأرض. طيب ولما يندفن اللحم تحت الأرض زي ما قلنا السويل مليانة سبورز، فالسبورز تلاقي لحم وما في هواء مدفون، ممتاز. طيب أنا عندي الحين مغذيات وعندي بيئة خاصة أن أنا أنمو فيها، فتبدأ السبورز هذه تتحول لبكتيريا، البكتيريا هذه تبدأ تأكل اللحم، اللحم هذا يصير infected بالكلوستريديوم، يطلعونه من التربة يأكلونه، they get infected. حلو؟ مو بحلو أبداً، بس فاهمين؟ واضح. أوكي. الحين قلنا أنهم functionally different. طيب عندي هنا أنا في البوتيوليزم، طيب اللي سببها هذا الأورغانيزم اللي نحكي عنه اللي هو Clostridium botulinum. عندها البوتيولينم توكسين. اوكي البوتيولينم توكسين is the most potent toxin found in nature. كلام كبير. 1 microgram can kill a human being. 3 kilograms بس يعني شيء زي كبر كذا، 3 kilograms can kill the entire world population. والمفارقه
إن البوتيولينوم توكسين هذا هو اللي يستخدمونه في البوتوكس. عارفين البوتوكس صح؟ اللي هي عبارة عن يعني عملية تجميلية يسوون فيها injections للفيس أو حتى أحياناً للأرمبتس أو حتى أحياناً للرأس عشان الهيديكس. طيب إيش الفكرة منه؟ الفكرة منه أن يحطون لهم botulinum toxin. ليش؟ لأن البوتيولينوم توكسين acts على neurosynaptic junction اللي حكينا قبل شوي عنها حقت التيتانس. طيب بس إيش؟ مو بسالفة inhibitory or excitatory، لا. الأسيتايل كولين هي المادة اللي يسولفون فيها الأعصاب مع بعض. طيب واحدة من المواد اللي تسولف فيها الأعصاب مع بعض، أوكي، أو حتى تسولف فيها الأعصاب مع العضلات. فاللي يسوي البوتيولينوم توكسين إنه يمنع الأسيتايل كولين من إنه يتحرك، أوكي، زي ما أنتم شايفين هذا توكسين بلوكس الريليس أو أسيتايل كولين from the vesicles. هذه الفيسيكلز اللي فيها أسيتايل كولين وهذا التوكسين، أوكي، زي ما أنتم شايفينها مانع من إنه يحصل. فإيش يصير؟ أنا إذا ما أقدر أعطي أمر عصبي خير شر، ما بقول لكم excitatory وinhibitory زي قبل شوي، لا، بقول لكم أنا ما أقدر أعطي أمر عصبي خير شر، إيش اللي يحصل؟ يحصل شلل، يحصل paralysis، وهذا اللي نسويه بالبوتوكس. يعطونا بجزء ما يعني يعطونا كذا يعني minute dose، وحتى يعني يحلونه مع normal saline اللي هو ماء وملح، طيب، ويحطونه في إيش يصير فيه شلل في العضلة، فتروح تجاعيد. يعني إحنا نسوينا كذا عندنا تجاعيد، ليش؟ لأن العضلة عايشة، العضلة أكتف، لكن لو حطينا البوتيولينوم توكسين، لو عملنا بوتوكس تنشل العضلة هذه، فما تطلع تجاعيد، أوكي؟ هذه في الكوزمتكس. في الميديسن إيش اللي يصير؟ تبدأ طبعاً برضو don't be intimidated by أشياء جديدة. الطب كله accumulative، شيء تبنون فوق شيء إلى أن توصلون بإذن الله ليفل الطبيب. هو البوتيوليزم يبدأ as a cranial nerve palsy. عارفين النيرفز اللي هي الأعصاب، وعارفين أن إحنا عندنا central nervous system عبارة عن الدماغ والحبل الشوكي، أوكي، اللي هو البرين والسبينال كورد. البرين طيب وفي شيء يوصل، عفوا، في شيء يوصل ما بين البرين والسبينال كورد اللي هو البرين ستم اللي هو جذع المخ، أوكي. الكرينيال نيرفز هي الأعصاب، أتوقع الصدغية اسمها بالعربي، بس فكرتها إيش؟ إنها هي أعصاب الكرينيوم، أعصاب الرأس، تطلع من البرين ستم. واحد يروح للعين، واحد يروح لإحساس الوجه، واحد يروح يعطيك حركات الوجه، عضلات الوجه، واحد يروح للبلع، يكون مسؤول عن البلع، وهكذا. طيب، فهم كثار. طيب، اللي يحصل في البوتيوليزم، احنا مو بشلينا العضلة، طيب، بدأ الموضوع عندي من الكرينيال نيرف، فراح نشوف زي الصورة هذه. شايفين ايش في هذا الانسان؟ كذا قايل صح؟ دروبي ايلدز، الايلد مو بزينة كذا في الرست طبيعي، لا، ما في امر عصبي خير شر، فيصير دروب، تمام، دروبي ايلد، وابنورمال اي موفمنتس، and the patient eventually develops respiratory or circulatory collapse. لأن الريسبيريشن عملية التنفس، طيب، تعتمد على إيش؟ تعتمد على عضلة الحجاب الحاجز، هذا برايمرلي، وتعتمد على عضلات القفص الصدري كعضلات مساندة. فأنا لما أشل العضلات إيش يصير؟ ما عاد أقدر أتنفس، أوكي؟ كيف أمنع البوتيوليزم إنه يصير؟ هنا مو بحكينا على الهنود الحمر، وحكينا على الفسيخ، وحكينا على الcontamination of food. Prevention is by adequate pressure cooking. على الأقل 10 دقائق at 100 Celsius. 10 دقائق at 100 Celsius، طيب، pressure cooking is adequate إنه يقتل السبورز. أوكي، هذه بالنسبة للبوتيوليزم. الحين خلاص آخر مايكرو أورجانيزم، وهو الكلوستريديم ديفيسيل. كلوستريديم ديفيسيل. الكلوستريديم ديفيسيل هو أكثر يعني أكثر أورجانيزم شائع يسبب لي الدايريا، طيب، اللي هو الإسهال، تكرمون، بس مو بالإسهال العادي يعني زي مثلا تسمم أو شيء، لا، هو إسهال ناتج عن تناول المضادات الحيوية. الحين درست نورمال فلورا، وقاعدين نحكي من بداية المحاضرة أن الجي آي سيستم مليان نورمال فلورا،
طب انا خل اقول عندي انفكشن، خل نفترض مثلا عندي tonsillitis، عندي التهاب في اللوز، اوكي التهاب عادي يعني common عادي جدا، ايش باخذ له؟ باخذ له antibiotic او anti microbial therapy. هذا اللي باخذه انا عن طريق الفم بينزل بيروح وين؟ بيروح المعدة، بعدين الامعاء الدقيقة، بعدين الامعاء الغليظة. وش في الامعاء الغليظة؟ عندي البكتيريا في الامعاء الغليظة، البكتيريا النافعة اللي عايشة ومستعمراتها كلها في الامعاء الغليظة، وتساعدني في عملية الهضم، اوكي، وتحافظ لي على التوازن البيئة هناك. طيب فلما اخذ انتيبيوتيك وش يصير؟ يقتل لي البكتيريا النافعة هذه، فبالتالي وش يصير؟ opportunistic infection، اوكي، اللي هو infection انتهازي. بعض الاشياء اللي بعض المايكرو اورجانيزمز اوريدي موجوده في الكولن زي كلوستريديم ديفيسيل، اوكي، تبدا تستغل الفرصه ان ما خلاص ما في حد جدها، كل اللي اقوى منها ومسيطرين عليها قاعدين يموتون بسبب الانتيبيوتيك، اوكي، فتبدا الكلوستريديم ديفيسيل تتكاثر وتتكاثر وتتكاثر وتسبب لي دائرية اسهل. اوكي فهمتوها؟ واضح. يس اوكي. اتس هايلي انفكشوس، تمام، spreads rapidly in a hospital setting. ليش؟ لأنها تنتقل عن طريق الأبواب، تنتقل عن طريق السبورز. طيب requires isolation، يعني لما أعرف أنه عندي patient مثلاً في inpatient unit منوم عندي في المستشفى عند clostridium difficile لازم أعزل المريض هذا، أوكي، لأنه ممكن ينتقل المريض واحد لاثنين لثلاثة بسرعة. وليش السبورز حقتها صعب أنكم تتحكمون فيها؟ لأنها ما تموت بالألكهول، لازم تعطونها كلوركس، يعني تكسرونها بكلوركس، كلوركسيدين، اوكي، الكحول الحاله ما يكفي. زيها زي خواتها من الكلوستريديا برودوسس توكسين. طيب التوكسين هذا هو توكسين واحد مكون من تو سب يونتس، سب يونت اي وسب يونت بي. السب يونت اي، طيب عارفين انتم هذه كلمه توكسين، توكسين عارفينها، هنا كاتبين انتيرو توكسين. الانتيرو معناها معوية، أوكي، وهو توكسين معوي. الألفا سب يونت انتيرو توكسين causes diarrhea، والبيتا سب يونت سيتو توكسين، سيتو يعني خلوي أو على مستوى الخلية، فبي سب يونت يعطيني سيتو توكسين that causes necrosis موت الخلايا. فالتوكسين حق الكلوستريديم ديفيسيل two سب يونتس، one انتيرو and one سيتو. الانتيرو يسبب الدائرية والسيتو يسبب النكروزس. Can lead to a range of diseases. طيب أخفها few days of diarrhea. طيب وخلاص بعد ما يوقف البيشنت الانتيبيوتيك تبدأ الفلورا ترجع تكون نفسها والأمور تبدأ يعني خلاص ترجع لوضع الطبيعي. وعندي شيء خطير اسمه toxic megacolon. طبعا أنتوا عارفين الأمعاء الغليظة يعني الديامتر قطرها تقريبا واحد. طيب اللي يحصل في التوكسيك ميجا كولن، ميجا باللاتين اللي هي لغة الطب معناه كبير أو متضخم، أوكي، ميجا كولن، توكسيك ميجا كولن اللي يحصل فيه إن الكولن بدل ما أنه مثلا هلقت يصير هلقت وفي جزء منه سيجمنت منه، أوكي، هذا التوكسيك ميجا كولن. ليش؟ بسبب الكلاسترين ديفيسيل. أو ممكن اللي أخطر من التوكسيك ميجا كولن اللي هو life threatening pseudo membranous colitis. عارفين كلمة أو عارفين اللي هو prefix pseudo معناه كاذب، أوكي، pseudo membranous من membrane اللي هو غشاء، فإذا غشاء كاذب. colitis itis عارفينها التهاب، كولاي من الكولون، اوكي، فاذا التهاب الكولون، فاذا هو التهاب القولون الغشائي الكاذب، اوكي، التهاب القولون الغشائي الكاذب، وهذا اللايف ثريتنينج، اوكي. ايش التريتمنت حق الكلوستريديم ديفيسيل؟ هل هي بنسلين سنسيتيف؟ لا، وي تريت ات وذ الميترونيدازول اند الاورال فانكومايسين. اورال فانكومايسين، الأورال فانكومايسن على فكرة ما نستخدمه في الميكروبيولوجي، يعني مو بشيء نستخدم الفانكومايسن عادة اي في، طيب، ويكون افكتيف عن طريق الاي في ويعالج انواع كثيرة من البكتيريا، لكن الأورال مو كثير نسمع فيه، فهذا شيء مميز للكلوستريديم ديفيسيل انها تستجيب للأورال فانكومايسن. الريفرنسز حقت محاضرة اليوم كانت من محاضرة دكتور عائل السميلي ودكتورة فوزية العتيبي في جامعة الملك سعود Department of Pathology Microbiology Units.
ومن شرس ميديكال مايكروبيولوجي اللي هو الريفرنس حق المايكروبيولوجي. اوكي شكرا لكم. عندكم اي اسئله؟ شكرا. لا تقرا. لا شكرا. لا تقرا. يعطيك الف عافيه. الله يعافيكم يا رب وموفقين ان شاء الله. الله يسعدكم ويجعلها بدايه خير عليكم. الحين ركبوا لي كل واحد فيكم الثينكينج كاب حقته عشان بيعطوكم كويز تحلونه. كل الاسئله والاجوبه من اشياء حكينا عنها. اوكي اشياء قلت لكم تكتبونها بعد.